زواج أولاد العم الجزء السادس. زواج أولاد العم هو الزواج بين رجل وامرأة يكون أولاد عم، يعني أبوها وأبوه أخوان، أو هي تكون بالنسبة له بنت أخ الأب، وهو يكون بالنسبة لها ابن أخ الأب. ومربط الفرس وهم شيء في إنه أخ الأب، أخ بمعنى الأذى أو السيء أو المدعب أو الممنوع أو اللي يأتي منه النقص أو الموت، حتى أي أذى أي خي ممكن يأتي منه الموت إن زاد أو استمر. فالأخ هو الأذى، وسمي بالأخ لأنه الأم والأب أخ زي بعض، والأم والأب هم الذين يحسنون الأذى. فعندما يكون الأشقاء أخوان يقصد بهم أذاهم كان من حسن من نفس الشخص، فبينهم منطقة أذاهم كأنها هي متشابهة لأنهم كانت تحسن من نفس الأب ومن نفس الأم، فهو أخ. الجمع بينهم خطأ، الجمع الأخ بمعنى الأعخي، يعني الجمع بينهم فيه خي، فيه مضرة، فيه أذى، ويشابه اللواط لأنهم متشابهين، هم أشقاء من نفس الأم والأب. أما الأب، الأب هو الذي يحسن، الذي أبى من الأشياء. فالعم هو أخ الأب. فعندما يكون الأخ العلاقة ممنوع فيها الجمع واللمس والوعي، مثل بعلاقة الأخ بأخته، كونه إنه أخ الأب، الأب يحسن من هذه العلاقة، علاقة الأخ، فتكون العلاقة علاقة العم. والعم هي العي يئم، إنه لو الشيء الخي فيه أبا، إنه ليس فيه خي، يكثر فيه الوعي، يمكن به الوعي، يمكن به النظر إليه، لمسه، التقرب منه دون أذى. ولذلك وجد إنه ود العم هي أصح علاقة في الزواج، والقرآن والحديث أقر إليها. قال الله في القرآن في سورة الأحزاب الآية 50: يا أيها النبي إنا أحللنا لك ومنهم بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. أما الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خير امرأة بنت العم، وزوجوا الأكفاء وزوج إليهم. وأولاد العم هم أكفاء في النسب لأنهم يتماثلون ويتشابهون، وأكفاء في الآباء والأجداد. فلذلك زواج أولاد العم هو الزواج الصح، هو الزواج السترة، لأن أولاد العم بتشابهوا في الجسم فلا يذكروا بالاختلاف الذي هو في منطقة العورة. إن الطفل لما يكون أمه وأبوه أولاد عم بيقولوا له جسمها وجسمه، جسم أمه وجسم أبوه نفسه واحد، أنهم أولاد عم، فلا يذكرون إنه بينهم في اختلاف في منطقة العورة، ومنطقة هي منطقة عيوب ونواقص وأذى، كما يفعل العلاقة عندما يكون الأب والأم مختلفين. فعندما يكون الأب من قبيلة أو شعب مختلف من الأم، الطفل يقولون له نحن مختلفين في أجسامنا، نحن من قبائل وشعوب مختلفة، فهو همس ولمس وكشف عن العورة، إنهم هم مختلفين في العورة. ولذلك زواج أولاد العم سمي بزواج السترة. قال الله: نساءكم لباس لكم وأنتم لباس لهم. إنه في الزواج بين أولاد العم يكون في لباس، يكون في سترة. أما في زواج المختلف وزواج الغريب يسمى بالعار وبالمنكر والفاحش والسفاح. وعندما الطفل
أم وأبوه يكونوا أولاد عم، يقولوا له أن إحنا أولاد عم، إنه أمه وأبوه متشابهين في الجسم، إنهم ينتمون لنفس العائلة وينتمون لنفس القبيلة ونفس الشعب، إنه ستروا عن نفسهم التسكير بمنطقة الاختلاف ومنطقة العورة للطفل. ولكن عندما ولم يقولوا له بأنهم إنه في إنهم هم يعملون الجماع، وإنه واحد فيهم عورته أنثى واحد فيهم عورته ذكر، والحاجتين ديل هما ضدين ومختلفين، وإنهم هما بيبقوهن واحد وبضعون جنب بعض وبيدخلون في بعض، لا يقولون للطفل ذلك عندما يكون أولاد عم. أما إن كانوا غريبين زواج اختلاف، رجل والمرأة قريبة منه، فهي من قبيلة مختلفة من شعب مختلف، يقولون للطفل أبوك أمك مختلفين وتزوجنا بقينا حاجة واحدة، أو يشوفون قاعدين مع بعض أو هم ساكنين في نفس البيت، فألحوا إليه وهمسوا إليه وألهموه وأخبروه وأعلموه بأنهم في أجسامهم في حاجات مختلفة، وأن المختلف بيخطوه مع بعض بيبقوه واحد، يعني أخبروه بالجماع وعملية الجماع في جمع عورة الذكر والأنثى التي هي مفروض تكون في سترة، لأن العورات منطقات عيوب منطقات نواقص، فالعورة في الإنسان هي منطقة نواقص لعشر أشياء، يخرج منها البول والخراء والمني والحيض والزرات والشعرة والجلد الميتة، وهي بتكون يا ذكر يا أنثى، فهي نقص وليس ذكر وأنثى، ويكون فيها الخطان الغلف الذي تقطع للطهورة، فهي كانت فيها منطق حاجة نقص أبعدة، وفيها العرق، فكل هذه النواقص والأذى والعفانات والأوساخ والنجاسات والنواقص التي تخرج من العورة فيها أذى، وجمع المختلف ذاته هو أذى، لأن الشيء السليم هو الشيء لوحده، أما الجماع بين المختلف فهو نجاسة فهو نقص فهو عدم وجود لله، الذي منه الله قال من ذا الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فهذا الطفل المسكين من زواج العار أم وأبوه بتختلف، فقالوا له إنه فيه في جسمهم فيه اختلاف بين الذكر والأنثى، يعني كشفوا له منطقة العورة وقالوا له نحن مختلفين، وبعد ده أصرينا على أهلنا وزوجنا بقينا حاجة واحدة، إنه قالوا له إنه نحن الحياة الاختلاف ممكن يجتمع، يعني ألهم وأخبر بالجمع بين عورات الذكر والأنثى ما يسمى الجماع. كل هذه الأفكار والأوساخ والنجاسات وعدم وجود الله وإنه هو خطأ، جمع المختلف خطأ، وإنه هو ما اللي كونوه، فيقول إنه الاختلاف خطأ في التكوين، في خطأ في الحياة في تكوين الحياة، إنه ممكن يكون في موت. فكل هذه الأفكار، إنه أفكار النواقص والأذى وأفكار الجماع، إنه الاختلف اجتمع، وإنه الـ 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 إنه هو نقص في إنه قول الخلق والخالق الله هو غير موجود، إنه في حالة نجسة فلا يمكن له إمكانية الوجود التام. فكل هذه الأفكار أفكار كبيرة، أفكار مؤذية على الطفل الصغير الذي ينتج من هذه العلاقات، وحتى الغرباء الذين يسمعون بها من أطفال الناس التانين وحتى الناس الكبار لا يقدرون على هذه المعاني، ولا يقدر عليها الإنس ولا يقدر عليها الجن ولا يقدر عليها الملك، ولا يحبها الله ولا يقر إليها، فالله طاهر كامل الطهر قدوس، يأمر بالطهر يأمر بستر العورة يأمر بالاستجمار يأمر بالاستنجاء، وهم التعامل في خروج الخرا والبول باستعمال
باستعمال مادة مثل الجمرة، الحجار أو المناديل في زح ما تبقى من الخراء أو البول، حتى الغسل بالماء وهو الاستنجاء. فالعار يعرف بالاختلاف ويذكر ويخبر بالجماع، وهو أذى على الطفل المولود منه من هذه العلاقة الباطلة. الأذى لازم يصلح، العقل السليم يقول الأذى لازم يصلح، والعقل السليم يقول بالتحسس للأذى، مراقبة للأذى، التحسس والمراقبة والتفتيش. وزمان قبل الحكومات والنظام الحكومي في البوليس والعساكر كان في الفرسان، والفرسان كانوا رجال مسلحين يركبون الخيل والحصين والفرس ويحومون حول القرى وحول المدن، ويفتئنوا لو في إنسان هرب من أهله يرجعوه، في قافلة ضاع منها إنسان تبشتن يجيب راجع، في حصل شجار بين ناس وأذى يصلحونه. فهم كانوا يسمون بالفرسان وكانوا يتحسسون إلى المشاكل. وعلي ابن أبي طالب كان فارس في مكة، وحتى في باع درعه كمهر لزوجته، وهو للقول إن زواجه من السيدة فاطمة بنت محمد عليهم السلام كان زواج محصن. قال الله رمي المحصنات. والمرأة المحصنة هي المرأة التي متزوجة من ابن عمها الكفو، إنه هم متشابهين ويحق لهم الزواج، إنه لما يتزوج يكونوا مع بعض لا يذكرون بالاختلاف، ولا يزوجون يذكرون بمناطق العورات، ولا يذكرون بالجماع. فهي علاقة ليس فيها أذى، فهي علاقة ليس منها سيئة، فهي علاقة ليس منها نجاسة، فهي علاقة ليس منها ضرر، ولذلك تسمى بالعلاقة المحصنة. والزواج بين فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب كان زواج محصن، فرسول عليه الصلاة والسلام رفض أن يزوجها إلى أبي بكر وإلى علي، إلى أبي بكر وعمر بن الخطاب بعدين خطبوها، لأنه رأى الكفاءته أكثر مع علي بن أبي طالب. وقيل إن الرسول هو الأتى بعلي بن أبي طالب وأخبره وقال له أن يتزوج من السيدة فاطمة، لأن رأى إن علاقتهم فيها الحصن، علاقتهم فيها الطهارة، علاقتهم تأيد وجود الله، فهي طاهرة، يكون خلق طاهر، يكون منها أناس يعلمون بوجود الله، أعزاء كرام بين الناس، ليس لهم مشكلة، يكونوا أطفال صغار يلعبون. وفي الحديث قالوا سيدنا الحسن والحسين كان يلعبون مع الأطفال في الشارع في طفولتهم، إنه كانت طفولتهم عادية، جايين من زواج محصن، زواج تام، إنه المهر حقه دفع قروش، إنه علي بن أبي طالب كان عنده مثل الصينية أو الطشت يغطي به نفسه في الحروب، ما يسمى بالدرع. فحصنه من الأذى إنه لو في سيف داير يقع عليه أو رماء أو سهم يقع على هذا الدرع من الحديد المسطح، ولا يقع عليه هي على جسمه الطاهر فيؤذيه حتى تستمر حياته ليعبد الله. فزواجه كان محصن. أما العار فيه تذكير بالاختلاف والأذى، فليس هو محصن، فإن آذوهم الناس الله أمر بإذائهم. سورة النور تقول عن الزانين أن يأذوهم الناس، أن يذكروهم أنتوا في حالة أذى، أنتوا ناس أذيتونا. يعني الفتاة تسمع بزواج مختلفين اجتمعوا تقول لهم الله يأذيكم، أنتم نقصتم من عزريتي، وين عزريتي، وين طهري، وين عفتي، أنتوا أخبرتوني كذا بالجماع، وأخبرتوا في المجتمع، أثبتوا أنه في نحن بقينا خلاص عارفين سر الجماع، كذا ما صح، حرام عليكم. لأن المجتمع المسلم المشهور التقليدي كل بيت فيه رجل وبنت عمه، ناس متشابهين متكافئين، فليس هناك تسكير بالاختلاف، فليس هناك تسكير بالمختلف يجتمع في عملية الجماع، فالناس بريئين، الطفل بريء
والصبية والفتاة في المجتمع برية حتى يتزوجوا هم بأنفسهم ويفعلون الجماع مع أولاد عمهم مما يحل لهم، فلا يحل للإنسان الغريب بمعرفة علاقة جنسية بين اثنين مختلفين لأنه ليس هو بصح يصح إليه. وهو رغبة كده في الأنساب وفساد عام للمجتمع. قال الله: الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ولذلك بعض حالات العار والسفاح وزواج القريب لا تحاسب بأنها زنا فقط، ولكن تحاسب بأنها حرابة ضد الله ورسوله. يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فعليهم أن يصلبوهم ويقطعوا يدينهم ورجلينهم من خلاف، إن اليد هو منطقة العطاء والرجل هي زول يمشي يذهب بها إلى العمل للعطاء. فالعطاء هنا مفقود، هم أعطوا العلاقة ليس فيها عطاء حياة كامل إنما فيها أذى وتسكير للعورات، فهم ناقصين في العطاء فيذكرون أنهم عملوا نقص في العطاء في المجتمع فيقطعوا يدهم التي يأخذون بها ورجلهم التي يمشون بها إلى العمل ويصلبونهم ويثبتونهم ويقول لهم إنهم لازم يعرفوا الأصول ولازم يعرفوا الثوابت في الحياة، وهو معنى الصلب في الدين الإسلامي. إنه الإسلام فيه حقوق للطفولة، ومن أهم حقوق الطفولة في الإسلام هو إنه حقوق الطفولة في الإسلام في عدم معرفة الجماع والأذى في الطفولة. إنه الطفل المسلم، الطفل الذي هو على الفطرة، هو الفطرة هي الطهر. قال الله: أقم وجهك للدين حنيفة. فالطفل الذي لا يعرف الطهر لا يقال عليه بأنه ولد على فطرة يعرف منها الإسلام، وإنما ولد على نجاسة تمنعه من معرفة الإسلام، من معرفة وجود الله الطاهر القدوس، فإنه ملحد، ولد على الإلحاد. كما يولد بعض الأطفال عماء، يولد بعض الأطفال مشلولين، يولد بعض الأطفال ليس لهم مثلا أنف أو لهم أذن أو ليس لهم رجل أو ليس لهم يد، في حالة إعاقة. فأكبر عطاء هو عطاء الإسلام، أكبر عطاء هو معرفة الله. فالطفل الذي يولد من زواج العار، من زواج القريب، من زواج الاختلاف، هو طفل لا ليس له الفطرة السليمة في معرفة الله. فوالدينه يعني يصر عليه إلى الدخول إلى الإسلام، فالله هو الطاهر القدوس. وكلمة الله ذاته باللغة العربية هي اللهو عيحي، اللهو عيحي يعني اللهو وعي إنه فيه الحي، كمالية الحياء. يعني قبل الإسلام العرب يسمون الله اللهو عيحي، وبيته في وسط العرب، في وسط غرب العرب. فالعرب هم شعب إنساني يعيش في الصحراء، يحب الجمع والجماع. فعندما يكون بيت الله في هذه الأرض، لأن الله هو طاهر فيه عدم الجمع، فالله وضع بيته بين الجبال، والجبال هي بمعنى الجمع، فبيت الله في وسط الجبال في الوادي لمعنى عدم الجمع في الطهر، وفي وسط غرب العرب. الوسط هو منطقة العانة ومنطقة العورة في الإنسان، منطقة الجماع، إنه لو في حاجتين حركوا لبعض اتجاه بعض باجتمعا في النص، فالنص ده الوسط، ده منطقة الجمع والجماع. فالله بيته في غرب، في وسط قرب العرب، وفي قرب بمعنى الحاجة، القرب هو المستور، يعني غروب الشمس، نزول الشمس، وغموض الليل والظلام. فالوسط يكون في ظلام، يعني يكون في كامل السترة. فهي من آيات الله هذا السترة للأذى ومنطقة الجمع والجماع، ولذلك هو مكان بيت الله. وإبراهيم الخليل عليه السلام أتى من منطقة الخليل في بلاد الشام إلى بلاد الحجاز، إلى منطقة وسط غرب العرب،
قال إني ذاهب إلى ربي ليهدين. فهو كان حنيف يؤمن بالوجه الإنساني الحنيف، إن الوجه الإنساني فيه ما يعلم من إنه الأنف كأنها ذكر والفم كأنها أنثى، وبينهم فصل وعدم جمع لقول الطهر، واستعلاء الوجه في الرأس، والإنسان يقف على رجلينه اثنين فيكون وجهه هذا ورأسه إلى السماء. وهو إبراهيم الخليل عليه السلام وجد من معالم الحنف، فقال الله في القرآن دين إبراهيم حنيفة، ملة إبراهيم حنيفة. وهو الغول بأن سيدنا إبراهيم كان يعلم بوجود الطهريات في الجسم الإنسان، في الوجه الحنيف، في الطهر في العالم. وهو الذي ذهب من الخليل إلى منطقة الحجاز في وسط غرب العرب، فقال إني ذاهب إلى ربي ليهدين. فهو قال إنه في أرض هذه العرب، في أرض أهل الجمع والجماع، إن العرب يحبون الأطفال والأهل والأطفال الكثيرين، فهي من صفات العرب المشهورة فيهم. فقال إنه في هذه المنطقة في وسط غرب العرب إنه حيلقى مظاهر للطهر الذي يؤيد إلى وجود إله كامل الطهر قدوس. فأتى إلى منطقة الحجاز وإلى وادي مكة فبنى بيت الله. وعلي بن أبو طالب ولد من زواج أولاد عم في علاقة طاهرة مستورة بين اثنين أولاد عم لزم في هاشم جده، ولد في بيت الله، في مكان بيت الله ولد علي بن أبي طالب، لقول إنه يعرف بالله، إنه يعرف الطهر، إنه ليس له معرفة بالاختلاف. أمه وأبوه ليس مختلفين، غريبين من بعض، أخبروه من ولدوه وهو طفل عارف إنه في اختلاف بين الرجل والأنثى منطقة العورة، وإنه بخدتهم مع بعض المختلف يكون واحد، كما أن أمه وأبوه مختلفين وبقوا واحد. ولكن العكس، علي بن أبي طالب كانت أمه وأبوه أولاد عم في جدهم هاشم، وولد في بيت الله، وهو إغرار، وهو من جمال روح علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، الذي زوجه الله لأطهر أنثى في العالم، فاطمة بنت محمد. وقال الله إن بنساء النبي لست كأحد من النساء، ويقصد بهن زوجاته وبناته وعماته وخالاته وحفيداته. ولذلك الطفل من العار من زواج المختلف فهو ملحد، عكس علي بن أبي طالب لا يعرف بيت الله لوحده. كذا لو في طفل مولود من عار لوحده مثلا في خيمة في الصحراء، لا يتوقع منه أنه يعرف وجود الله. لكن لو طفل من أولاد عم يمكن له أن يعرف وجود الله. وإبراهيم الخليل عليه السلام تزوج بنت عمه سارة، لمعرفته إنه هو الزواج الطاهر الذي يعلي ويقر ويؤيد وجود الله الطاهر القدوس. وفي أدلة كثيرة في القرآن وفي الحديث تؤيد إنه الطفل ما مفروض يخلوه يتولد من زواج عار، يفقد فيه قدرته لمعرفة وجود الله كامل الطهر قدوس. فالله هو من كلمة الله هي الله وعي حي، ولأن الوعي فيه معنى أذى لا تنطق فيقال الله، ولا يقال الله وعي حي، ولكن يقال الله. والله هو الإله، والإله هو اللهوحي، إنه ملكه الحياة، إنه هو كامل في وصفه الطهر والحياء، يقصد به الطهر والعفة والشرف، فيمكن أن يقول له الطهر، وهو الله الإله. قال الله في القرآن لا تقتلوا أبناءكم، وخط الجماع والزواج إنه الرجل والأنثى يكونوا مختلفين وعلاقته معار
يذكرون بمنطقة الاختلاف ومنطقة العورات والنواقص، فهو خطأ في حالة الجماع والزواج الذي يتكون منها الحياء. والخطأ في الحياء ممكن يهدد بالقتل والموت، فلا تقتلوا أبناءكم. فيها دليل إلى أن الطفل لا يولد من علاقة فيها خطأ في الجماع وفي الزواج. والموت والقتل في زواج العار والزنا ممكن يكون من الناس، إنه يستفز إنسان يعلم بأنهم هم الاثنين متزوجين هم مختلفين، ويذكرون بالاختلاف ومنطقة العار والنواقص، يقول بأنهم يشعرون أنهم حيأتوا بفاحشة مبينة، أنهم حيأتوا بأذى، فيقول يعاقبهم قبل ما يعاقبوه. فحتى لو جو مارين فيه كده دي وبالخطأ يعني يتهز جسمهم، يقول دارين يؤذوني، يقوم يأذيهم يقتلهم دفاع عن النفس. ولكن أيضا في تهديد بالقتل والموت من السلطات، من الشريعة، إنه الزنا من الكبائر ويمكن عقابه بالجلد وبالرجم واحتمال بالحرامة، بالصلب وقطع اليد والرجلين، لأنه فيه معاداة للدين الحنيف. لكن حتى الضمير الإنساني بيحسب، فالإنسان عندما يأكل تفاحة يحس بالتفاحة، الإنسان عندما يتحرك جسمه ويتريض يشعر بتعب، فالإنسان الذي في علاقة عار من عار فيه تذكير للاختلاف العورات ونواقصها، وهي أذى، وهي منطقة التكوين، فيكون أذى في التكوين، ممكن يتوقع أنه يقع ميت، ولذلك خطورة أفعال العار والزنا، إن الضمير ممكن يحاسبه فيقتل الإنسان. لكن الناس اللي بيسووا العار والزنا ديل في أغلبية الوقت ضميرهم ميت، عشان كده عايشين بعد ما عملوا الزنا وأي حاجة، ولدوا بالزنا وفي العار وقالوا بالاختلاف والنواقص في العلاقة الذي يحيا منها الناس، ولكن لم يموتوا. لأن الضمير لم يحاسبهم، ضميرهم لم يحاسبهم، لأنه في ناس بتنتحر من الذل والإهانة الذي يلقونها عندما يدخلون في علاقات يشعرونها بين الناس أنهم عملوا زينة وعملوا عار. فضميرهم لم يحاسب، وهو احتمال لأنه فيهم بلادة، عقلهم ما بيحاسب كويس أصلاً، خلاهم عملوا الأذى وخلاهم برضو ما يموتوا، لأنه اللي بياكل تفاحة بيحس بتفاحة في خشمه، وال بياكل ملح بدوق ملح، واللي بيحرك جسمه بيدعب، بيلقى في ضميره من الأشياء. فممكن لو عمل الزنا وعمل العار وغال بالاختلاف وبأنه المختلف يجتمع بين الناس، الأذى المشقة من هذه الأفعال ممكن تقتله، ولذلك اللي هو زواج باطل. ما مفروض الناس تأيد إليه، والله قال لا تقتلوا أبناءكم، فمعناه انه مفروض ما يدخلوهم، ما يلدوهم، ما يخلوهم في علاقات يمكن فيها الموت والاذى، لانه الانسان اللي بيشوفون، الانسان اللي بيتذكرون انه هم مختلفين وخطا، زي السم ممكن حتى هو لو ضميره قوي انه ممكن يموت، ولذلك الناس تخشاهم وتبعد منهم وتاذيهم. وفي الحديث إنه قيل إنه جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له إنه يريده أن يشهد على هدية أعطاها لواحد من أولاده، فسأله الرسول هل أعطيت أولادك الآخرين؟ فلم يغر ذلك، لا لم يصر يقول إنه فعل ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له إنه لا يشهد على الظلم. وهذا الحديث فيه تأييد إلى إنه يكون في مساواة بين الأولاد،
إن الرجل يساوي في عطائه بين أولاده، ولكن فيه دلالة إنه برضو يكون في مساواة بين كل الأولاد في المجتمع، والضلع العارب بيكون أقل من أولاد أولاد العم في المجتمع، فلا ليس له بينهم وبينهم بين الأولاد العار وأولاد أولاد العم يعني مساواة في العزة وفي الشرف وفي الخير، فهذا ليس شيء جميل. كما أنه في البيت الواحد الأخوان الرسول أمر بالتساوي في عطائهم، في المجتمع عامة الناس ليس هو من الشيء الجميل أنه يكون في ناس ذليلين، ناس من عار، ويكون في ناس من أولاد عم عزيزين لهم هوية ويقال أنه عندهم معرفة القدرة، معرفة الطهر وقدرة معرفة وجود الله اللي هو أحسن كرامة في الوجود. فقال عمر بن الخطاب: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، إن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وفي قول إنه الحمد لله بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة، فأهم نعمة ما نعمة الخيل ولا نعمة الذهب ولا نعمة الجمال ولا نعمة النسب، ولكن أهم نعمة هي نعمة معرفة الله. فالطفل الذي يولد إنه يعرف الله يكفي. والعرب مشهورين إنه عندهم بدو يسكنون الصحراء في خيم، وهم مكتفين من زواج كفاءة، يلدون من أولاد عمهم في حال الطهر وعزة، يرون في ذلك أحسن من أي نعمة موجودة على وجه الأرض، وأولادهم يعرفون الله وجود الله وساكنين في أرض في بلاد العرب، يقدرون أن يذهبوا إلى الحج لرؤية بيت الله الذي هو عظيم الطهر عظيم الخير، فمكتفين والحمد لله. قال الله: حتى بلغ أشده أعطيناه حكما وعلما. إنه سيدنا سليمان ابن داود إنه بعد ما كبر، إنه الله بعد ما بلغ رشده وبلغ أشده، وشده يقصد بها بقى صبي، بقى رجل ممكن أن يعطي أشده لأنه فيه صحة البدن، فيقدر أن يفعل الأشياء كلها بصحة بحال جيد، ويمكن أن يقال أن يفعل الأشدة من الأشياء. فقال الله: حتى بلغ أشده أعطيناه حكما وعلما. والحكم هو الإصلاح الأذى، إنه الحكام الملوك إن كانوا سلاطين إن كانوا شيوخ إن كانوا ملوك إن كانوا رؤساء، كل أنواع الحكام في الحكم هو دورهم إصلاح الأذى الذي يكون في المجتمع أو في الناس. فقال الله: حتى بلغ أشده وأعطيناه حكما وعلما. وكذلك الطفل لا يقدر على الأذى، وكذلك الأذى الذي هو من العار، إنه حتى زول يبلغ أشده حتى تبدوه منصب إنه يعرف الأذى ويصلحه في الحكم. وكذلك الطفل حتى يبلغ بنفسه ويخرج منه المني أو يخرج منه الحيض، حتى يلهمه الله إلى الاستحلام بالجنس الآخر، وإلى بداية إنه يطلب الزواج من بنت عمه. كما إنه حتى بلغ أشده الله أعطاه الحكم والعلم، والحكم هو إصلاح الأذى ومعرفة الأذى. الطفل كذلك حتى يبلغ أشده حتى تخلوه يعرف الأذى، وهو أذى الجماع وأذى العورات. فالطفل الذي يولد من العار لم يعطى هذا الحق، فإنه يخبر ويعلم بالاختلاف منطقة العورات، ويخبر بأن العورات المختلفة تجمع كما جمع بين أمه وأبوه المختلف في علاقة واحدة، فأخبر بأن المختلفين في العورات الجسم في يتجمعوا.
ألهمه إلى هذا الفكر السيء وهو في طفولته. عيسى ابن مريم أنكر غول العار على أمه، وهو إن الطفل لا يرضى الأذى. إن عيسى ابن مريم عندما أتت به السيدة مريم العذراء إلى أهلها، إنه تكلم ونطق وقال لهم إنه من الله وإنه نبي، إنه هو ليس ابن فاحشة، إنه ليس ابن عار، إنه ليس ابن زنا، لأنه هي ما تزوجت من أهلها. إنه السيدة مريم العذراء ما تزوجت من أهلها، أهلها ما زوجوها لرجل، ما كان في عرس، عشان ما لما تجي بطفل يفتكروه إنه طوال من عرسها العمله لها مع ود عمها ودها لها. ولكن احتمال يكون وضع عار لقتلها راجل غريب في منطقة بعيدة جامعته فحملت منه عيسى، أو إنه ابن حرام من رجل غريب أو كده. فأنكر عيسى عليه السلام إنكار الحق، إنه هو رجل طاهر، رجل نبي، ولد من طهر من عذراء دون رجل ودون جماع، ويفتخر به في الإسلام عيسى ابن مريم. فالإسلام يفتخر بعيسى ابن مريم الذي لم يولد من جماع، وكذلك ينكر يكون فيه، وبيكون فيه في الإسلام في إنكار، وفي بيقولوا بالغلط في إنه الطفل يكون من علاقة عار، فيها أظهر الاختلاف، أخبر بالاختلاف، وأخبر بأنه المختلف يجتمع. لو الإسلام بيفتخر بعيسى ابن مريم الذي لم يولد، الذي ولد من عدم جماع، ففي إنكار على الذي يولد من جماع ويخبر به. وهو هذا الإنكار لا هو أن الطفل لا يرضى الأذى، إنه الحكمة في إنه الله قال لنا في القرآن إنه عيسى ابن مريم أنكر إنه من 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 زنا، وإنه ابن حلال من أم من غير أب، إنه رفض الأذى. الله أداه مغذرة الكلام حتى يرفض الأذى عن نفسه، إنه غير ذليل، وإنه غير نجس، وإنه ليس إنسان لا يعرف وجود الله، بالعكس هو نبي مغرب يعرف الطهر، ليس له جماع خلق منه. والطفل يرفض الأذى لأنه غير بالغ وإنسان ضعيف يريد قول الخير عليه حتى يعطى ويرحم، وقول الأذى عليه لعنة تمنع منه الخير، لأن الطفل ده إنسان ضعيف بيحتاج لأمه بيحتاج لأبوه، فيحب المدح الطفل. يعني بعض الأطفال عندما يمدحونهم أهلهم ينططون ويرقصون لأنه دايرين إنه يقال عليهم الخير حتى يكونوا أهل للخير، فيعطوا بسهولة ويعطوا الكثير من الخير، فلا يحبون السب والزم عليهم. ولذلك عيسى ابن مريم الله أكرمه بمعجزة إنه أخبر أهله وأقر إليهم إنه هو ليس ابن عار وليس ابن فاحش ولا ابن زنا، وإنما هو آية من آيات الله يؤيد بها طهره، وأيد بها وجوده، وأيد بها دينه، وأيد بها إلى حقوق الطفل في عدم معرفة الجماع، حتى لا يكون ملحد ولكن يكون مؤمن بالله كريم. في الحديث قيل إنه ضربت أم الفضل، وأم الفضل هي أم الفضل ابن العباس، فهي زوجة العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، فهي كانت زوجة عم الرسول، فهي من أهل بيته. فقيل إنه كان الحسن والحسين في شايلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد فيهم قام بال في 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 عب الرسول في عب النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت ضربته أم الفضل، ضربت الحسن والحسين، يعني تقول له لا تبول في 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 ملابس جدك، يعني الرسول محمد عليه الصلاة والسلام إنه نبي وإنه يعبد الله، والبول ناقصة وإيذاء لجده وكذا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأم الفضل لا تؤذي ابني. وهو ليس بس فقط في إنه في لمسها إليه أو ضربها إليه،
وهو الحكمة إنه حتى ابنه لا يحرف بالأذى وجمع المختلف في مكان البول، إنه عندما هو بال في الرسول عليه الصلاة والسلام وقامت ضربته أوجعته، إنه أخبرته إنه في أذى وفي جمع مختلف في منطقة البول، فالرسول يعني أنكر ذلك إنه هو طفل، إنه ضربه في بوله ده إنه بيخبره بالجماع، بيخبره بالبلوغ، لأنه كلهم أذى ونجاسة وحالة ناقصة، فأنكر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الحديث فيه تأييد لعدم الزواج من القريب والولادة من العار التي فيها يقال المختلف اجتمع والمختلف، ويذكر بالمختلف بين الذكر والأنثى، وإن الطفل عنده حقية لعدم الإيذاء وعدم إخباره بالأذى وبالجمع المختلف، لأنه جمع المختلف أذى، فهذه الضربة الأذى ممكن يعبرها بأنه مختلف أو يفسرها أنه شيء مختلف، ويجمعه مع مكان البول الذي ضرب بسببه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا تفعل ذلك بالحسن والحسين رضي الله عنهم. في الإسلام تبدأ الصلاة في عمر السابعة، وهو تقرب الطفل إلى الله الطاهر القدوس، وهو تأييد لطهر الطفل وينحي معرفة الطفل بالجماع، إنه بدل أطفال يلدون من زواجات عار، أم وأبو مختلفين، أم وأبو غراب، وكلموه قالوا لنا المختلف بخطوه جنب بعض، إنه عورة الرجل والأنثى المناطق اللي فيها مختلف بخطوها جنب بعض، إنه الطفل بالعكس يقربوه إلى الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر الآباء بأنه يعرفوا الأطفال بآل بيت محمد، بالأطهار، بأهل النبوة، بأهل القرب إلى الله، والطفل إنه يقربوه إلى الله في الوضوء والصلاة. فالطفل لا يكون نجس بيعرف الجماع من ما يوم ولده، ولكن الطفل يكون طاهر، والطفل يكون في السابعة يصلي إلى الله ويتغرب إلى الله. الأم هي بنت عم الأب، عندما الرجل يتزوج من بنت عمه الأم بتكون نسبة للطفل هي بنت عم أبوه، فالعم هي العي أم الوعي الكثير، والأب هو الرفض، إنه الطفل بيعرف إنه بينه وبين أمه لا يكون وعي يئم، إنه ممنوع بينهم الزواج. وفي زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إنه رجل جامع وتزوج من أمه فغطله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهو فيه تأييد إنه الأم تكون ممنوعة من الجماع مع الإبن، وهذا يكون عندما هي تكون بنت عم الأب، يعني زي ما العم فيه الزواج والوعي والجماع، الأب معناها رفض حسن هذه العلاقة لعلاقة تليق بين الأم والأب. وحتى في الولادة في جسم الإنسان يولد بقلفة في الجسم تغطي حشفة الذكر والبظر في الأناس، وهو حتى لا يكون في جماع بين الأم وبين الطفل، والجماع بين الأم أذى كثير، لأن الأم هي العي يعي يئم الوعي عي يئم الذي يوعى بأذاك كثير، فالجماع في الأذى الكثير لا يؤيد وجود الله، إنما الجمع الطاهر يؤيد وجود الله. ولذلك سوء الجماع والزواج من الأم، وحتى في العرب والإسلام الأخر الزواج من أهل الأم بعد أهل الأب، وقال الله في القرآن يا أيها النبي إنا أحللنا لك، وقال الله بنات عمك بنات عماتك، حتى ذكر بنات خالك وبنات خالاتك. والأم هي عندما تكون بنت عم الأب هو رفض الوعي يئم، وهو حال الطفل يرفض اللمس حتى الحمام، لأنه الطفل طاهر لا يحب أن يلمسوه ويجتمع مع شيء آخر حتى أمه. ففي المولود الجديد والطفل يبكي في الحمام، ويبكي عندما يلبسوه ملابسه، ويبكي عندما يحمله إنسان غريب مختلف منه، ده كله علامة على إنه حال الطفل هذا يؤيده إن أمه تكون بنت عم أبوه،
حتى يكون على مرضاته، إنه لا يريد أن يلمس. وهو لأنه طاهر لا بالغ، الطفل لا بالغ ولا له شهوة جنسية ولا جماع، فيستنكر الوعي به. ولأنه صغير يرى لفت الأنظار والوعي به المؤيد له تذكير بقلة حاله وأذاه. ولذلك خير أم هي إن الأم تكون هي بنت عم الأب في الإسلام. تحنيك الطفل بالبلح، في الحديث ذكر إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحنك الطفل بالبلح، وهو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمضغ البلح في فمه الشريف، ثم يأخذ من مزيجه على أصبعه ويدعك به ويعرك به ويلامس به حنك الطفل الصغير، وهو يعني استبشار للطفل. ولذلك سمى تحنيك، إنه هو يده لمسة أو نبذة أو فعل حسن بالخير، حتى يستبشر الطفل ويتفاءل للخير، إنه يقولوا له الدنيا حلوة خضرة، كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال الدنيا حلوة خضرة، إنه في خير في الدنيا، وفي عبادة لله، وفي جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. إنه الطفل هذا مولود من أولاد عم، وهو طاهر وهو عفيف، وهو عنده مقدرة معرفة الطهر ومعرفة وجود الله، وفي نفسه يلقى تأييد إلى وجود الله، فيحنك بالبلح للاستبشار ويتفاءل بالخير. ولذلك لا يجوز العار ومعرفة الجماع ومعرفة العورات ومعرفة إن الطفل يولدوهم ويقولهم بعد ما يبقى عمره 3 و4 يقول أمك وأبوك من قبيلتين مختلفتين ومن شعبين مختلفين، فيذكرونه بأنه في اختلاف في العورات وفي اختلاف المختلف يجتمع كما هم مختلفين، ولم ينتهوا بعد من بعض، ولكن اجتمعوا إنه المختلف بين العورات يجمع. فهو أذى، فذكروه بعشر مخارج في نواقص في العورة، وأخبروه بحالة الجماع الذي يستنكرها حتى الرجل الكبير مع بنت عمه، فهذا كله أذى. فالطفل في الإسلام يحنك بالبلح، فلا يجوز للطفل أن يولد في حالة عار ومعرفة بالجماع. الرسول عليه الصلاة والسلام سأل صحابي عن زواجه، قال له أبكر، يعني زوجتك زوجتها كانت بكر عذراء أول لها زواج، أم زوجت سيب لها من قبل يعني لها زواج؟ والقرآن قال لهم فيها أزواج مطهرة، والقرآن قال لم يطمثهن قبلهن إنس ولا جان. فعدم معرفة الزواج، والإنسان يكون بكر، والإنسان يكون زواج طاهر، يكون هو طاهر ليس له زواج، والإنسان لم يكن له طمس من قبل من إنس ولا جان. الإنس يقصد به إنسان جامعها، والجان يقصد به فكرة الجماع، طمست عقلها مشاعرها بالجماع، يعني كثيرة الكلام، كثيرة القراءة عن الجماع وعن الحب وعن قصص الحب، حتى مات فيها داخلها إنه شيء جديد أو شيء غريب أو شيء جميل، أو يعني طمسها الجن شعورها، والجن يقصد به الشعور. إنهن لم يطمثهن قبلهن إنس ولا جان. وهو إنه الشرف والعفة والنظافة والكرامة في الطفولة، والذل والهوان والنجاسة في الأطفال لا تجوز. إنه الإنسان من مكرمة الإنسان وأهم صفاته التي تعجب زوجه بعد ما يكبر، وأهم صفات تعيشه بين المجتمع في عزة وكرامة، هي الشرف والعفة والنظافة والكرامة. إنه هو الشرف، وإنه حب الطهر وتأييد وجود الله، وإنه يكون مسلم يؤمن بكمالية طهر الله.
فعندما الطفل يولد ناقص إلى الشرف وناقص إلى العفة وإلى النظافة وإلى الكرامة لأنه من زواج عار، أمه مختلفة من أبوه، فقالوا له بالاختلاف، ذكروه باختلاف العورات في عقله الباطن، ويكبر على هذه المعاني الوسخة النجسة الغريبة الشيطانية، وليس هو من زواج أولاد العم أكفاء في سترة، فيعرف أنه خلقوه من طهر، فالخالق يقول طاهر ويؤيد وجود الله، ويكون عنده معرفة ويكون عنده قابلية إلى الدين الإسلامي. وهو ما يراد من الطفل أن الطفل يحب أن يكون على فطرة الطهر، وعن أن يكون له شرف وعفة، وليس يكون مزلول صاحب هوان ونجاسة من والديه. ولذلك زواج الغريب منكر باطل، والزواج الصحيح في الإسلام هو زواج أولاد العم.